هذه البطولات التي تم استذكارها وتنشيط الذاكرة بها. صحيح أنها لن تخفت ولن يأفل بريقها أبدا، ولن ينساها أي مصري، لأن أولئك الذين حاموا العرض والأرض وسيظل خلفائهم وإخوتهم على الدوام يمارسون ذات الدور البطولي. الأستاذ أحمد سعد الدين الناقد الفني ينضم إلينا عبر الهاتف. أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بحضرتك. لماذا بدأ المسلسل بأكمله حالة مختلفة؟ أهلا بك أولا، وكل سنة طيبين وكل المشاهدين طيبين. حقيقة لو جينا نشوف مسلسل الاختيار، أقدر أقول إن هو حالة ملحمية في حب الوطن. ليه؟ لأن يمكن معظم المسلسلات الموجودة بتتكلم على الدراما الواقعية والكوميديا وغيره وغيره، ولكن هنا في إجماع كامل، لأن هو بيتكلم على سيرة ذاتية لأحد أبطال القوات المسلحة. وهو الحقيقة يعني مش هنتكلم على سيرة بطل واحد، احنا امبارح بنتكلم على مجموعة من الأبطال. أعتقد إن مفيش حد يعني عيونه ما دمعتش وهو قاعد بيتفرج امبارح على حلقة امبارح. المسلسل يعني من أحد مميزاته إن هو بيتكلم على سيرة بطل احنا نفسنا شفناه، لأن الزمن مش بعيد. صحيح. هو استشهد من سنتين فقط. نعم. احنا دايما اتعودنا إن الأعمال اللي بتتكلم على سيرة ملحمية فات عليها 30 و40 سنة، ولكن هذا المسلسل تحديدا الزمن بتاعه خلال الـ6-7 سنين اللي فاتوا. عشان كده هتلاقي واحنا بنتفرج يقول لك والله انت فاكر اغتيال وزير الداخليه ده، انا كنت معدي من الشارع فحصل ايه. فاذا المشاهد نفسه جزء من هذا العمل، فعلى هذا الاساس بيستعيد هذه الذكريات اللي حصلت من القريب مش من زمان قوي. وشهيد المنسي ما اعتقدش ان هو عدى اكثر من سنتين وشويه بكثير قوي. الحاجه الثانيه يوليو 2017 تحديدا، يعني نعم. حوالي سنتين. نعم. وشويه. صحيح. فبالتحديد لما تيجي تشوف امبارح مثلا اللي قاعد قدام الشاشه، حصل حاجتين مهمين جدا ولازم ننوه ليهم. امبارح حلقه امبارح تحديدا ما كانش فيها فواصل اعلانيه، فاتفرجنا على الحلقه كوحده واحده، ما اتفصلناش عن الاحداث بتاعتها. الحاجة الثانية بينت لنا ازاي هؤلاء الأبطال اللي حصل معاهم ايه وهم عملوا ايه وما لم يستسلموا، بالعكس ده هم كانوا في مشهد بطولي إلى آخر نفس. الحاجة الثالثة إن احنا كمان عندنا اقتناع كامل إن هذا الحدث حدث حقيقي. ليه؟ لأن احنا ده مش موضوع دراما. صحيح. ده موضوع حقيقي 100% وحصل. احنا لما كنا بنسمع ان هو حصل الموضوع مش كل الناس عارفه تفاصيله، امبارح بانت قدامنا التفاصيل وبان قدامنا بعض المشاهد الحقيقيه اللي هي الدوكيو دراما اللي كانت موجوده ومصوره حتى بواسطه الارهابيين نفسهم. امبارح دخلت الدوكيو دراما او المشاهد الوثائقيه مع المشاهد المصوره داخل المسلسل. طب استاذ احمد، بنظره نقديه ونحن نتابع بعض الصور الحقيقيه للابطال والشهداء الذين سطرت ملحماتهم التاريخيه في جانب من مسلسل الاختيار، ولعله افلح في ذلك في ان يعيد تذكره الجميع بتاريخ ليس بعيد بالمره، 2.5 إلى 3 سنوات فقط كلنا عايشنا وتابعنا هذه الامجاد والبطولات التي سطرت. من نظره نقديه استاذ احمد، الامر مرتبط بسير هؤلاء الابطال والكل مرتبط وجدانيا بهم، وبالتالي افلح العمل في خلق هذه الحاله، ولا هناك جوده دراميه ايضا للعمل استطاع من خلالها ان يرسخ هذه الحاله؟ لا، هو العمل نفسه او المسلسل نفسه من ساعه ما ابتدى وهو ينمي كمان الروح الوطنيه عند الشباب. دي احدى رسائل هذا مسلسل، ان احنا الروح الوطنيه في ازهى اوقاتها ساعه عرض هذا المسلسل وتحديدا امبارح. الموضوع ما فيهوش البراعه الدراميه على قد ما فيه المصداقيه الكامله في الاحداث وتوثيق هذا الحدث بالنسبه للمشاهد. المشاهد ما فكرش ان الممثل ده قام بدور كويس او بدور وحش، ولكن هو قدامه هنا البطل ده عمل ايه. ودي ما
من اهم الرسائل اللي حملها هذا المسلسل. احنا ما بنتكلمش على امير كرارة ان هو امير كرارة، احنا بنتكلم على هنا الشهيد المنسي والشهيد رامي حسنين وغيره وغيره. هنا حصل التوحد ما بين الشخصية الحقيقية والعمل الدرامي اللي موجود قدامنا، فبالتالي نجحوا الاثنين ان هم ياخدونا في منطقة اخرى. هذا العمل وانا ازعم ان امبارح مفيش بيت في مصر ما شافوش، مش عشان جودته الدرامية على قد ما المصداقية الموجودة في هذا العمل هي اللي خلت كل الناس امبارح تتفرج عليه وتتوحد مع هذا العمل. امبارح الروح الوطنية في أزكى عصورها، لما تيجي تتفرج، لما نيجي نشوف ان كل الناس ابتدت تتكلم ايه ملحمة البارس وايه كمين البارس وايه الغدر اللي حصل وايه البطولة اللي اتعملت ولا اخره، احنا سطرنا تاريخ. ودي رسالة الفن، القوى الناعمة تستطيع ان تفعل المستحيل. يعني امبارح حلقة احنا بنتكلم في حوالي 40-45 دقيقة، ولكن عبرت مراحل طويلة جدا 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 وعرفت الناس ماذا يحدث وماذا حدث. طيب استاذ احمد، طرح حضرتك لقضية القوى الناعمة وحجم الاحتشاد النفسي والعاطفي الذي حصل بالأمس يقود إلى سؤال حول الدور الذي على صناع الدراما أن يطلعوا به، لأن هناك عتابا كان ربما على مدار السنوات الماضية حول المضامين الفنية التي تقدم، حول بعض الرسائل التي يمكن أن تقدم ولو بشكل مبطن من الأعمال الدرامية. ما جرى بالأمس يعيد أيضا إلى الأذهان وإلى الذاكرة مسألة دور الدراما أو الدور الفني الذي يمكن أن يطلع به في هذه المرحلة. بالتأكيد الدور القوى الناعمة ودور الفن تحديدا أحد أدواره الرئيسية هي عملية تشكيل وعي المشاهد، وخاصة اللي في دور الشباب أو في طور الشباب أو أصغر من كده، لأن ده شيء مهم. القوى الناعمة بتبقى جميلة جدا إن هي بتعرفني الحياة أو بتعرفني التاريخ أو بتعرفني ماذا يحدث عن طريق النظر كمان، مش حكاية لأن احنا ما عدناش بنقرا زي زمان. هنا بقى بتبقى دور صناع العمل، كان قبل كده كان هذا الدور منوط إلى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، دلوقتي بقت لصناع العمل، فإحنا محتاجين كل على الأقل كل سنتين محتاجين عمل وطني سواء فيلم أو مسلسل لإزجاء الروح الوطنية وتشكيل الوعي عند المشاهد بهذا الشكل الجميل. ما تتصورش إن واحد زي مثلا فيلم الممر السنة الصيف اللي فات أو مسلسل الاختيار في الوقت الحالي شوف عمل ايه في الشباب حتى الان، زي بالضبط لو فاكرين من سنين طويلة مسلسل رأفت الهجان ومسلسل جمعة الشوان وغيره وغيره. ده دور الفن الحقيقي، مش بقى دور الفن ان هو يقدم لي الكوميديا بس او الاعمال اللي بتعتمد على الاكشن بس، لا، لان الفن جزء مهم جدا من حالة تثقيف وتثقيف عند المشاهد في المجتمع اللي احنا بنعيشه. حضرتك استعملت تعبير العمل الوطني او الدور الوطني الذي يمكن ان يقدمه صناع الدراما او صناع السينما، هل هذا التوصيف هو توصيف اصلا متعارف عليه ضمن التصنيفات الخاصه بالاعمال الفنيه استاذ احمد؟ طبعا، لان دي ملحمه، يعني انا ما بقدرش اقول ان ده مسلسل وطني، لا، ده انا بقول ملحمه وطنيه بتتكسر كده على الشاشه مش في الورق بس، فهنا ده شيء مهم جدا. وازاي انا بوظف القوى الناعمه لصالح البلد، لان القوى الناعمه دي حاجه مش سهله، بالعكس ده اقوى بكتير وشغلها وقت السلم اهم من وقت الحرب. فلا، محتاج ان انا اوظفها واعيد النظر مره اخرى واوظف التوظيف الامثل في هذا المجال. ليه؟ لان احنا زي ما اتكلمنا قبل كده احنا شعب لا يقرا، فبالتالي لما بنيجي نتفرج على عمل مصنوع جيد بيرفع من الروح المعنوية أولا، ثم بيزكي الروح الوطنية داخل كل المشاهدين، فمن هنا بتبقى القوى الناعمة شيء مهم جدا في تاريخ الشعوب. أستاذ أحمد، سؤال الأخير لحضرتك، حجم التفاعل الذي كان حاصلا مع الحلقة التي أذيعت بالأمس لم يكن قاصرا على المشاهدين المصريين والقضية قضية وطنية مصرية بامتياز التي تعامل معها المسلسل، لكن حجم التفاعل العربي الذي كان حاصلا مع الأمر أيضا كان مثار تساؤل يجب أن يطرح على حضرتك.
هو في حاجة كانت غريبة جدا في حلقة امبارح أو حتى في المسلسل ككل، ودي بقى تعالى نرجع من قبل رمضان. قبل رمضان وعندما علم الجميع أو حصل الإعلان بتاع مسلسل الاختيار، ابتدينا نشوف الجماعات الإرهابية والتلفزيونات الغريبة أو القنوات الغريبة الموجودة ابتدت تهاجم المسلسل قبل ما يبتدي، لدرجة إنها طرحت تساؤل: أنتوا يا جماعة مش مكشوف عنكم الحجاب إن أنتوا بتهاجموا عمل وتقولوا وحش وغلط وتزوير ومش عارف إيه قبل ما يبتدي؟ ده كنا إحنا ما شفناهوش. ده رقم واحد. رقم اتنين، عندما بدأ عرض هذا المسلسل من بداية رمضان أصبح في حالة جدلية سواء داخل مصر أو خارج مصر. الجميع هنا وخاصة إحنا كناس عاشت هذه الأحداث بشكل يعني مباشر، كنا مركزين وبنقول والله ده حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وإحنا شفناه بعينينا. خارج مصر كانوا دايماً بتبقى عملية تحليلية، حصل إيه وما حصلش إيه وربطوا الأحداث ببعض. إمبارح تحديدًا في حلقة إمبارح، سواء داخل مصر أو خارج مصر، أقدر أقول إن هناك تأثير لحلقة إمبارح يصل إلى درجة 100% بالكامل. إمبارح لما أجي أشوف حلقة إمبارح، هي ما فيهاش الشكل الدرامي المتعارف عليه في السيناريو والكلام من ده. حلقة امبارح حلقة حربية من الطراز الأول. حضرتك مصر على هذا المنطق من البداية؟ طبعا نعم طبعا، من البداية إلى النهاية، ولكن مصنوعة بشكل جيد وقدرت تستحوذ على ذهن المشاهد وعينين المشاهد داخل مصر وخارج مصر، حتى إن مع نهاية الحلقات يعني نهاية الحلقة امبارح، يعني ما أعتقدش إن حد دموعه ما نزلتش، ما أعتقدش إن حد ما اتكلمش فيها سواء داخل مصر أو خارج مصر، وده كان واضح جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان اهم نقطه، ودي كان قبل كده الجماعات الارهابيه والاخوان وغيره وغيره كانوا يتباهوا بيها، ان هم يمتلكوا جزء من الشارع. امبارح تحديدا اقدر اقول ان امتلاكهم للشارع يصل الى درجه الصفر. وبمنتهى البساطه وبدون يعني كلام كتير وبدون ملاحم يمكن ان تقدم في اوقات طويله في حلقه مدتها 40 دقيقه زي ما حضرتك اشرت. ما هنا بقى قوه الفن وتاثيره واستخدامه الامثل، فهنا ده شيء مهم جدا. وانا بقول لك انا عن نفسي من جوه مصر وبره مصر، الناس اللي بتكلمني وعايز تاخد رايي والكلام ده وموجود على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير طبيعي. صحيح. امبارح لم يكن هناك حديث غير على ملحمه البركه. شكرا جزيلا لحضرتك الناقد الفني الاستاذ احمد سعد الدين منضما الينا عبر الهاتف. اللقطات التي استعرضها الزملاء مع حضراتكم قبل لحظات كانت لاظهار قدر كبير من التفاعل كان حاصلا بالامس لبعض الشبان والفتيات ممن ارتدوا قمصان او تيشرتات طبع عليها صور واسماء بعض الشهداء الذين جرى تخليدهم من خلال الملحمه البطوليه التي سطروها في حياتهم قبل ان يرتقوا شهداء، ثم جرى تخليدها من خلال العمل الدرامي الذي كنا نتناول الحلقه الفائته منه مسلسل الاختيار. انا فقط اود ان انوه الى صور واسماء بعض الشهداء الذين استعرضناهم مع حضراتكم. احد المجندين كان يعرف بداخليه، كان اسم شهرته بين افراد كتيبته داخليه. انا فقط ربما خانني التوفيق في توصيف المسمى وذكرت انتسابه لوزارة الداخلية. هو أحد مجندي الكتيبة 103 ويعرف ويشتهر بداخلية. هذه الصور لبعض الشبان ممن تفاعلوا مع الحلقة التي بثت بالأمس من مسلسل الاختيار وأرادوا من خلالها إظهار هذا القدر الكبير من الوفاء لأسماء وأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم وبأنفسهم في ملحمة بطولية من أجل أن يحيا الوطن.